الاستاذ صديقنا وزميلنا واخونا الاعلامي والصحفي المحترم الاستاذ محمد راشد، واللي مهما كان فيه كلمات من التعزيه او الرثاء مش هتوفيه اي حق على الاطلاق، ولا هتوفيه حقه اللي موجود في قلبي الحقيقه ناحيته بتقدير لصحفي والواحد من اهم رؤساء التحرير والواحد من اهم صحفي التحقيقات في مصر وواحد من اهم مقدمي البرامج في مصر والعالم العربي كله، وائل الإبراشي. الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك، ما تعزش عن اللي خلقك بس قطعت بينا كتير، رحمه الله عليك. حضرتك في موقف في جامعتك ما بينه في موقف كتير؟ انا بشتغل في روزا اليوسف، يعني انا اتعرفت على وائل الإبراشي من 33 سنه واشتغلت في روزا اليوسف من حوالي 29 سنه، وكان هو مديري المباشر، ففي مواقف كتير، الاف المواقف. في موقف معين، لو في موقف معين ده تفتكره دايما بيجي في بالك على طول؟ لما دبسته استاذ عادل حموده كلفني بموضوع ترجمه معينه، فخالفت التكليف وترجمت حاجه تانية خالص واديتها للاستاذ وائل الإبراشي باعتبار هي دي تكليفات استاذ عادل حموده. قال لي انت متاكد؟ قلت له متاكد. قال لي طيب، وراح مدخلها ديسك ومطبعه على هذا الاساس. طبعا طلع العدد على غير ما اراد الاستاذ عادل حموده، طبعا كانت يداه يدقي وقتها، اللي تلقى كل الغضب كان الاستاذ وائل الله يرحمه حمايه ليا يعني.